السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعيني الأعزاء، أعزائي المتابعين، اللي دائم أكثر من شخص طلب مني طلب، اللي دائما تطلبوا مني وكنتوا طالبين مني وطلبت وعقب مني أسوي فيديو عن سيت اب مالي. فبسوي فيديو جدا سريع عن السيت اب، أتمنى الفيديو يعجبكم. الفيديو وايد بسيط، بحاول أمر فيه بسرعة على الأجزاء الموجودة والشغلات اللي استعملها على طاولة الكمبيوتر مالي. السيت اب مش كامل، فما براويكم كل شيء طبعا، وأدري أشوف الوايرات اللي تحت شاي. نعم إني أشوفها، عادي خلوه برايا الحين، لأن السيت اب مالي ما خلص، ويعني الوضع مكركب جدا، لكن لازلت احاول اشتغل على الموضوع هذا، بحيث ان الشاشتين اللي تشوفونهم هاي راح اغيرهم، ما راح يكونون على الطاولة، راح اعلقهم على الجدار بواسطة ستاند افكر على الطاولة احطيهم، اعلق الشاشتين واتخلص من بعض الوايرات من عن طريق الستاند نفسه. طبعا تحت الطاولة عندي انا لزقت كل الوايرات تحت الطاولة عندي، اللي هو حل ايكيا دائم للوايرات. ببدأ على بعض العناصر الأساسية، ببدأ لكم من اليسار اللي تحت الشاشة الأحمر. هذا الأمبليفاير مالي اللي هو أنا قاعد أشغل عليه السماعة مالي والميكروفون، وأساس إنه يعطيني أداء زين، لأن الميكروفون بعض أوقات أحس إنه مش ضابط، مع إنه مفروض إن أوديو تكنيك يكون فعليا من أفضل الميكروفونات اللي ممكن اني استعملها، هو نفس بلويتي او غيره، بيكم من الوسط بعدها. طبعا شغلات الاساسية اللي تحت على طول السماعة، والسماعة اللي تشوفونها هي من شركة اوديو تكنيكا بعد، هاي سماعة MX50، صراحة سماعة وايد حلوة، من افضل السماعات اللي يمكن ان اكون استعملتها الصراحة، وجميلة. بعد السماعة أجي لعنصر جدا مهم، عنصر الكيبورد مالي. الكيبورد مالي أنا دائما أحبه ميكانيكال، ودائما أحب الكيبورد يكون عليه صوت، لازم الطقطقة هاي لازم موجودة على الكيبورد على أساس إني أرتاح نفسيا. والكيبورد اللي قاعد أستعمله حاليا هو ريزر بلاك، شو يسمونه، بلاك ودو كروما، لا كروما شيء كروما، عرفتوا انتو الكيبورد اللي هو قدامكم بالضبط، نفس هذا الكيبورد انا قاعد استعمله حاليا، ونفس النوع قاعد استعمله، هذا استعمله الحين بكروما، واللي قبله كنت استعمله كان بلاك ستيلث، لكنهم نفس الكيبورد، نفس سلسلة الكيبوردات، لان الكيبورد صراحة جميل جدا، وانا وايد عاجبني الكيبورد. والحين باخذ لكم شوي من اليمين، اللي هو اول شيء على اليمين هو وحدة التخزين مالي كيوناب، اللي احط عليها كل الصور والمشاريع الفيديو مالي اللي اسويها. وطبعا الكيس بحد ذاته اظني واضح جدا، بندخل شوي عقب شوي في الكيس. وشاشة هذه اللي في الوسط هي شاشة الجيمينج من ايسوس، واللي على اليسار هي شاشة البنك، هي شاشة احترافية 32 انش للصور والفيديوهات. في لمحة تعريفية للكيس، هذا كيس قدامكم طبعا وايد بسيط، تبريد هو RGB اللي هي المراوح، وعندي RGB رامات اللي هي ترايدنت جي سكيلز، وطبعا عندي 1080 Ti و SSD و M.2 اللي هو تحت، وفوقه حاط النايتندو سويتش والويو وكوب وبرميل نفط، وتحت اللي تشوفونه هذا اللي هي الراوتر، تشوف الوايرات تحت للحين ما رتبتها كامل، هذا الراوتر اللي استعمله، والقلم حق التعديل، هذا القلم التابلت هذا من واكم حق تعديل الصور، يشتغل على الفوتوشوب، واللي على يساره وهو اللي هو الاكسس بوينت مالي والوايرلس اللي استعمله حق الغرفه من لينكسس، نظام فيلوب، وطبعا شفتوا الماوس هو كروما بعد نفس الكيبورد. والشاشة عنصر وايد اساسي، اذا يبكم للشاشة هاي نفسها هي افضل شاشة العاب اللي الحين العب فيها، اللي هي
من ايسس 144 سرعة الرفرش فيها وهي بوضوح 2K، وبعدها الشاشة اللي على اليسار هي الشاشة اللي انا استعملها للتعديل بشكل اساسي للتسجيل، اطالع الشات يوم اسوي لكم بث، اطالع هذه الامور كلها، ويوم اني اسوي اي شيء ثاني ما عدا الجيمينج، مرات العب لعبة وابا اشوف شيء، شوفوا بكل بساطة طالع الشاشة هاي، وكل الوانها احترافية، وكل صور انستغرام عدلها على هالشاشة. ولا تنسون اذا انتم مو مسويين فولو حق الانستغرام مالي، اذا حبيتوا سووا فولو بحط لكم الانستغرام على الشاشة. ودايما وشوفوا اللي حوالين، الشغلات الصغيرة اللي حوالين الاشياء الكبيرة، وتشوفون الشغلات دايما صغيرة تسوي شيء يمكن انتم ما تعرفون عن الستاب اللي هم موجودين فيه، واذا حبيتوا شيء اسألوا طبعا. والشيء الثاني اللي هو الميكروفون، الميكروفون وايد مهم. هذا الميكروفون اللي قاعد استعمله حاليا للتسجيل وقاعد اسجل صوتي عليه، هو من ايديو تكنيكا نفس ما قلت لكم قبل، سويت لكم زوم عليه من قبل فما برد اسوي عليه زوم مرة ثانية. الجزئية اللي بعدها ممكن تكون جزئية صعب شوي، خلنا ناخذ يمين ونشوف وياكم الستاب. هذا الستاب اللي اسوق عليه، هذا السكان، هذا الدركسون. بس الحين موضع الشاشة شوي غلط، فيبالي اعدل التلفزيون واعدل لها شاشات واعدل لها بعض الامور وبيضبط. قاعد احاول ازيد الاضاءة واخف، كان الاضاءة وايد خفيفة عليه. فهذا اللي كنت اسوقه بشكل اساسي، شوفوه اوضح الحين اللي نارا. اوكي اظني زين بيكون. والحين الجزئية الاخيرة، الادراج. طبعا الادراج ما براويكم كلها، براويكم درجين من ضمن الادراج، والادراج شيء مهم جدا كأداة تنظيمية لكم. فانا احطي شغلات مالها داعي هني، واحطي اجهزة الكونسولز مالي هني اللي الحين ما رتبتهم على فكرة، ما كان لي ما عندي وقت اني ارتبهم، ما حصل لي احطيهم في الستب، سواء اكس بوكس سوني، وبعد عندي جهاز اخير هذا حق التليفون تشبكون على ايفون تلعبون فيه العاب ايفون، لعبت فيه جي تي اي قبل، وطبعا الكفر مال جهاز النينتندو سويتش. وبيكون عندي شغلات ثانية، مثلا هني عندي الموسات اللي احتفظ فيهم، بعض الشغلات مكتبية، عندي سماعات، عندي مجموعة من السماعات واشياء اخرى. وبهذا نحن نكون خلصنا اللي هو الستاب مالي بشكل اولي، لان الستاب بعده ما خالص 100%، وهذا الشكل مش نهائي يعني، بعده في ترتيب وايرات، ترتيب بعض امور. اتمنى الفيديو يكون فاتكم، واتمنى يكون عجبكم الستاب بشكل مباشر. انا بأشوف انتو شو تقولوا لي، شو حابين تسمعون، شو حابين تشوفون في الستاب، هل انتو، لان انا وايد اغير في الالكترونيات واصور واسوي من هالسوالف، هل حابين اتكلم شيء من هالسوالف معاكم؟ يمكن تحبون نتكلم عن شيء من هالسوالف، انا ما اعرف مثلا عن تصوير، عن امور اخرى غير التصوير. انتو شو تحبون تسوون، ولا شو تسوون؟ هل تريدون انكم مثلا تسوون زيارة على انستغرام، يسوون نتكلم لكم مثلا عن السماعات، لان عندي مجموعة سماعات، تبوني اتكلم لكم يمكن عن الماوس والكيبورد وهذه الامور. اتمنى ان الفيديو هذا ينال اعجابكم، طبعا اذا مش مشتركين في القناة اتمنى انكم تتمون مشتركين معانا في القناة هاي، وتدخلون وتشوفون شو الفيديوهات من العاب عنا اذا كنتم من هواة الالعاب. اما انتو اذا كنتوا من هواة الستاب وتحبون الامور وتحبون الالكترونيات، يمكن الشيء اللي مريت عليه مرور الكرام هو الكرسي اللي عليها ستاب مريتنج، لان مكانه شوي نص ونص يعني، احاول اغير شوي الستاب بعد. مثل ما قلت لكم الستاب مش نهائي ابدا 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 اللي تشوفونه، للحين في وايد شغل انه يتم على الستاب، لكن في العادة هذه الامور تاخذ وقت وايد طويل وتحتاج ترتيب بشكل كبير، ويبالها بال طويل. يعني اذا انت تبغى تسوي ستاب مرتب مع الوقت، لازم يكون لك بال طويل اساس انكم تبدون ترتبون. المهم مشكورين على متابعة هذا الفيديو، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، وباشوف رايكم في الكومنت، شو حابين نزيد، شو حابين ننقص، شو الشغلات اللي ما غطيتها.
هل تحبون نسوي حلقات عن بعض أغراض الألعاب والأدوات الألعاب؟ كلها بحب أشوفها تحت في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.